اخبار اليوم. قل يا بنتي احنا لو وزنتي بتتكلمي كده والناس كلها ما بتتكلم هنموت ناس ابرياء، هنظلم ناس ابرياء. ما ينفعش، دي لازم علاج الموضوع ده لازم بحكمه وتأني، وعايز وقت. عايزة أنا الوحيد اللي هو شهيد إن شاء الله. هو أزر أولادي، بس كان كل حاجة في حياتي، وراح في مصر ودير القائد بتاعه بعديه قال لي ابنك مات مقبل وليس مدبر، وقضى على الإرهابيين في الكمين. أنا ركعت وسجدت لله سبحانه وتعالى. فضى مصر محمد وأبو محمد وأم محمد وأخوات محمد وكل بلد محمد، فضى مصر وفضت روح مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عصابة كنا في اشتباك مع مجموعة إرهابية، كنا وصلت لنا معلومات إن هم طالعين في عربية تويوتا اللي هي دوبل كابين، فأثناء التحرك ابتدينا نتحرك ضربوا دانة ار بي جي على العربية. عايز أقول لكل الشعب المصري زي ما بلغتهم الرسالة دي قبل كده وأنا مصاب، بقول لكل الشعب المصري اطمنوا، احنا اولادكم وهنفضل هنا موجودين ندافع عنكم وواقفين ناخد رصاصه في صدرنا بدلكم. محمد كان موجود معنا قبل ما يستشهد باسبوع، كانت اجازته، وكان هو ماشي حنين قالت له ما تمشيش يا بابا، قال لها لا مش هينفع حنين، ده لازم اسافر، ما ينفعش ده شغلي. قال لي حنين انا نازل، خفيف علي ان انا نلقاه. لا ميكروباص طويل داخل على المدوريه كده، فساعه حظر، في حظر تجول، فشك ده هنا ليه؟ يعني ده انت بتعمل ايه هنا؟ اثبت مكانك، اثبت مكانك، اثبت مكانك. التاني ما وقفش، فمحمد اضطر ان هو يتعامل معاه، فضرب عليه نار، فهو خد حقه، محمد خد حقه قبل ما يستشهد، موته. العربيه لما هو ضربه استوقع اتزانه تل، فالعربيه بدل ما تخش المدوريه طلعت بره، كان في تل تراب كده فخبطت فيه، فالعربيه انفجرت بقى، ومحمد كان موجود معاه. هو اخر حاجه قالها لي استودعتك عند الله، بابا عاش بطل ومات بطل ورفع راسنا. رحمت لبابا، جندي الشحات البطل اللي فيه واحد في المركبه اللي دخل جوه الكتيبه، دخل اللي كان فيها 2 طن تي ان تي، ونزل منها فرد تكفيري حوالين جسمه وحزام ناس. هذا الفرد الجندي البطل الشحات اخذ الفرد ده في حضنه وفضل ماشي بيه لغايه لما طلع بيه بره الكتيبه وانفجروا هما الاثنين مع بعض. لو مت يا امي ما تبكيش حبيب قلبي، علشان بلدي صح
صوتك وحشني، كنت بتريحني يا غالي، كنت بتريحني كل مكالمة. الحمد لله جايب السنين. خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائيين فدائيين. اوعى تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش، لا ازاي، بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. وانا قلت مرة قبل كده، ده سقط وفي شهداء سقطوا قبل كده وفي شهداء هيسقطوا تاني وتالت، لان دي قضية وحرب كبيرة. مصر بتخوض حرب وجود، مصر بتخوض حرب وجود. ده معناه ان احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد. قتل إنسان واحد بغير حق يساوي قتل البشرية أجمع. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إن الذي يسهل عليه أن يقضي على روح الله خلقها نفخ فيها من روحه هو إنسان فقد إنسانيته. يا شهيد الوطن، يا قرة العين ودفقة القلب، يا من رويت أرض مصر بدمائك الزكية، لن ننساك ما حيينا. لن يغيب ذكرك أو ينسى اسمك بيننا. وإن كنت قد غبت عنا جسدا فأنت حي عند رب العالمين إلى أن نلقاك يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن رجال عاشوا الحياة دي عشان بلادهم، ولا جم فيهم اتكلموا خلقوا في عودهم، في اللي ساب أهله حياته ودنيته وناسه وشال سلاحه فوق كتابه الشمس وفي عز الصيام، كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل قام، وتزلزلت الأرض من صوت البيادة. وتستمر رحلة العطاء، وسيسقط العديد والعديد من الشهداء، وستبقى مصر فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.